وسط التضخم هو الأعلى منذ عقود في فرنسا، تعيش البلاد فوضى طوابير البنزين الطويلة للأسبوع الثالث على التوالي في مشهد يشبه ما حدث في لبنان، إنما لأسباب مختلفة. فنتيجة إضراب عمال 6 مصافي للوقود من أصل 7، حصل نقص حاد في مصادر إمدادات البنزين في فرنسا، ما جعل سائقي المركبات يتهافتون على البنزين، في حين بدأت النقابات العمالية إضرابا عاما في البلاد احتجاجا على الغلاء المعيشي وللمطالبة بزيادة الرواتب. وخرجت تظاهرات في المدن الفرنسية بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجا على المعيشة باهظة الثمن ومن أجل رفع الأجور. ويشمل الإضراب في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، ليواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لولاية ثانية في أيار مايو الماضي. ودعت الكونفدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة توتال، على الرغم من توصل شركة النفط إلى اتفاق مع نقابات عمالية أخرى يوم الجمعة يشمل زيادة الرواتب بنسبة 7% ومكافأة. ويعاني الاقتصاد الفرنسي مؤخرا بسبب عجز مزدوج في حساباته الخارجية والعامة، وعلى الرغم من التباطؤ في النشاط سجلت التجارة الخارجية اختلالا قياسيا بلغ 31 مليار يورو في الربع الأول و100 مليار خلال 12 شهرا. ووفق صحيفة لوفيغارو فأن فرنسا تشهد صدمة مزدوجة في العرض والطلب لم يسبق لها مثيل منذ الصدمات النفطية في السبعينيات، مؤكدة أن المالية العامة الفرنسية هي الأكثر هشاشة في منطقة اليورو بسبب حجم العجز الهيكلي. وتخشى فرنسا كما معظم الدول الأوروبية التي تسابق الزمن للحصول على بدائل للغاز الروسي قبل الشتاء المقبل ارتفاع فواتير الطاقة، الذي قد يضع ملايين العائلات الأوروبية بين خيارين، إما الإنفاق على الطعام وإما التدفئة.